السلام عليكم، لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه الفصاله ديال جلابه بتوب الكريب. توب الكريب هذا توب جديد اللي خارج هذا العام، هذا جديد الكريب، كريب دو سوا، توب اللي رائع بزاف. ان شاء الله غادي نشارك معكم اللوينات اللي كاينين في هذا التوب هذا بالنسبه اللي عجبها واللي بغات تاخذه. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص بهاد التويبات هادو ديال الكريب. اللي بغات تواصل معايا البنات عندي انستغرام نفس الاسم ديال القناه، نفس اللوغو اللي في القناه، دخلوا عندي الانستغرام اللي بغات تواصل معايا، مرحبا بكم. هنايا كما قلت لكم غادي نشارك معكم طريقه الفصاله ديال جلابه ايفازي بتوب الكريب جديد. ما تنساوش البنات اللايك، كثروا ليا لي لايك في هذا الفيديو هذا باش نعرف انكم مهتمين، لان عندي واحد الفيديو فيه الفصاله اللي عجب بزاف البنات، وبزاف البنات كيطلبوا ليا الفصاله، واخا انا رفيت لي حطيت معكم طريقه الفصاله ديال جلابه ايفازي، ولكن بزاف البنات ما كيشوفوش الفيديوهات القدام. في الاعاده افاده، علاش لا نشارك معكم اليوم طريقه الفصاله. ما تنساوش البنات اللايك 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 وتابوناو في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوها. ونبداو ان شاء الله طريقه الفصاله. بالنسبه لهذا التوب هذا راه فيه 2.5 2.40 في الطول ومتر ونص في العرض، كيف كوبو عادي. المهم غادي نطوي التوب ونرجع معاكم. غنطوي التوب بالطول، غادي نطويوه بالطول هكا، كنطويه على جوج وكنخلي الطول ديالو كامل هكا هابط هنايا، يعني هذا العرض ديالو غنطويه على العرض يبدا هابط هكا الطول كامل. المهم غادي نطويه نقادو ونرجع معاكم. صافي هنايا بعد ما طويت التوب هانتوما كما كتشوفوا طويتو على العرض ديالو، هذا العرض ديالو، وهنايا هابط الطول ديالو كامل. صافي هنايا غادي نبدا نحط الحاشيه على الحاشيه، وغادي نبدا نحط القياسات. صافي هنايا كنحط الحاشيه على الحاشيه هانتوما، هاد الحاشيه ديال التوب، وغادي نبدا نحط القياسات. نخلي هاد الحاشيه هادي وعاد نحط القياسات، يعني ما ناخذش القياسات ندخل فيهم هاد الحاشيه، نخليها وعاد نبدا كنحط القياسات ديالي. عندي في الكتاف 44 مقسومه على جوج هي 22 زائد 1 سنتيم ديال الخياطه هي 23. غادي نطراسي 23، حيد منها 8 ديال العنق، 8 سنتيم ديال دوره العنق، كنهبط بجوج سنتيم ديال دوره العنق، كندورها هكا هادي. بالنسبه للكتف فغادي نطيحو ب 3 سنتيم، كنهبطو كنطيحو الكتف بثلاثة سنتيم صافي، وكنسطر كتلاقيو النقطة مع ديال الكتف مع ديال دورة العنق صافي. غادي ناخد هاديك 22 أولا 23 اللي حطيت هنايا، هي اللي غادي نهبط باش غادي نحط الصدر. 23 هنايا دائما كما قلت لكم ما تدخلوش الحاشيه البنات، حاولوا ما تدخلوش هاد الحاشيه في القياسات ديالكم. غادي ناخذ بالنسبه للصدر عندي فيه 29 زائد دائما سنتيم ديال الخياطه هي 30، دائما كنزيدو سنتيم ديال الخياطه. وبالنسبه للنقطه ديال الصدر فكنهبط قاعده البنات، قاعده باش ما كتجيناش مزيره تحت الباط، كنهبطو بجوج سنتيم، هذه قاعده. وبالنسبه هنايا للكتف كنهبط ب 11 سنتيم حتى هي قاعده، وكندخل بجوج سنتيم قاعده باش كنديروا الدوره ديال التركيز. وغادي نسطر هنا، هنايا راه قلبت البنات التوب، راه الظهر ديالو هذا راه ما درتوش على وجهه باش ما يبقاش ليا فيه لاطراس. صافي وغادي نجيب المسطره ديال التركيز هي هذه. صافي كنحاول نلاقي هاد النقطه مع النقطه اللي دزت هنايا جوج سنتيم باش كتعطيني الدوره ديال التركيز. بالنسبه للدوره ديال التركيز راه كتكون ناقصه جوج سنتيم اولا 3 سنتيم على العرض ديال الصدر. صافي كنهبط هنايا قاعده كما قلت لكم ب 20، كما هبطت هنايا ب 22 سنتيم غادي نزيد نهبط ثاني ب 22 سنتيم ديال باش نحط دوره الحزام، وغادي نزيد نهبط ب 22 سنتيم ناقص 2 سنتيم اللي كنهبطوا هنايا 22 22، المره الثالثه كنهبطوا ب 20 سنتيم كنقصوا منها 2 ديال السنتيم، يعني هنايا غادي نهبط غير ب 20 سنتيم باش غادي نحط القياس ديال الحوض. بالنسبه لهاد الجلابه هادي فمولاتها ما بغاتش الايفازي، بغات غير الدوره تصدر انها اللي تكون مقاده صافي، ونهبطوا نيشان اللي عندني لي هونج. بالنسبه لي هونج
لي هونش عندي فيهم 33 سنتيم، زائد دائما سنتيم ديال الخياطه هي 34 سنتيم. صافي غادي نلاقي هاد النقطه. الا بغيتو ديروا الايفازي فكتهبطوا ب 13 سنتيم وتدخلوا بالايفازي ديالكم شحال ما بغيتو، بغيتو تدخلوا بجوج سنتيم او لا 3 سنتيم او لا غير سنتيم واحد. المهم كما قلت لكم انا السيده ما بغاتش الايفازي فهاد الجلابه، غادي نهبط من هنايا نيشان لعند الحوض لعند جلال. يلا غادي ندير مسطره. صافي كنرجع كناخذ الطول من هنايا، الطول ديال الجلابه من هنا، كتاخذوا الطول اللي عندكم شحال ما بغيتوا ديال الطول، الطول كامل نزيدوا عليه 8 سنتيم ديال العطفه. صافي بالنسبه للجلال فكناخذ الطول ديال الجلابه، هانتوما الطول هو هذا، زدت عليه 8 سنتيم وخديت العرض ديال الجلال هو 42 سنتيم. نتوما كديروا شحال ما بغيتوا، 40 حتى 42 على حسب شحال ما بغيتوا، لان الجهه الاخرى غادي نديروا فيها الخلف، هذه الجهه ديال الامام، الجهه الاخرى غادي نديروا فيها الخلف. صافي غادي نلاقي النقطه ديال لي هونش مع النقطه ديال الجلال، صافي وغادي نقطعه. صافي هنايا البنات قبل ما كتقطعوا، هذا راه الامام ماشي الخلف، ولكن انا درت فيه الدوره العنق باش ما تمشيوش ديروا هنايا الدوره الامام، عاد تهزوها تقطعوا في الخلف، غتمشيو تقطعوا الدوره العنق حتى في الخلف ديال الامام حتى في الخلف. الا بديتوا بهذه الجهه ما بديتوش بالجهه الاخرى بحال بحال، اما الجهه المسدوده اما الجهه المحلوله اللي بغيتوا، وكتقطعوا هذه الجهه هذه، وكتقبل ما تقطعوا كتشوفوا الجهه الاخرى واش مخرجه لكم. الا عندكم صدر صغير راه كتخرج، الا كانت صدر كبير بزاف راه ما كتخرجليناش هذه الداخله في الخارجه، ما كتخرجليناش العبار ديالنا هو هذاك. المهم غادي تاخذوا الصدر العبار ديالو تحطوه في الجهه الاخرى، لان كنقلبوا الثوب كما شفتوا معايا شحال هادير، انا فايته شاركتها معكم. الا كان مخرج لكم العبار قطعوا، ما كانش مخرج ما تقطعوش، لان خاص ضروري يكون صدر شويه صغير باش كتخرج لنا الداخله في الخارجه، كتخرج لنا القياس هو هذاك. صافي دابا ان شاء الله غادي نقطع. صافي هنايا كنهز واحد دوفا وحده، هانتوما دوفا وحده اللي كنهز، وكنقلبها على هاد الجهه، جهه الحاشيه هي اللي كنديرها في الجهه المسدوده، هانتوما جهه الحاشيه هي اللي كنديرها في الجهه المسدوده، والجلال كيولي هو في الجهه ديال العنق، كيولي الجلال جلال هاد البلاصه اللي فيها الجلال هي في البلاصه فين درنا دوره العنق، هي فين كنديروا الجلال. صافي هنايا من بعد ما قديت الثوب، هانتوما هاد الجهه الاخرى هي اللي كان فيها الجلال، كان فيها الجلال، وهنايا يعني كنقلبوا الدوفا لهاد الجهه بالعكس، هي كتسمى الداخله في الخارجه يعني، وكنخرجوا هاد الحاشيه هادي كنخرجوها شويه لان ما خديناش بها العبارات. بغيتو تحيدوها حيدوها بالمقص وعاده باش حطوا باش يجيكم القياس هو هذاك، الا خفتو تبقى تبرزتكم قطعوها. صافي دابا غادي نقطع الخلف كيكون مسدود، هانتوما التبره مطويله جوج مسدود، ونرجع معاكم. صافي هنايا من بعد ما قطعت غادي نحيد الخلف، وغادي نجيب نقاد غير الضوفات ديال الامام باش نقاد ليهم دوره العنق ديال الامام. بالنسبه للدوره العنق ديال الامام فهنا هبطنا بجوج سنتيم اللي درنا في دوره العنق، يعني غادي ندوزوها هكا في سنتيم ونهبطوا ب 10 سنتيم داخله في هذوك الجوج 10 سنتيم. صافي كنسطروا نيشان لان هذه جلابه ماشي القميص، القميص كنديروا ليه دوره العنق، جلابه فاش كنديروا غير هكا كنسطروا نيشان ونقطع. صافي البنات هذا الطريف اللي بقى ليا ديال الثوب من التحت منين فصلت، غادي نحاول نطوي هنايا على 4 ندير فيه الكمام، وهذا غادي يبقى لي ندير فيه القب، هنقادو في الطويه ونرجع معاكم. صافي هنايا غادي ناخذ التركيز، عندي في التركيز 26 اولا 27 سنتيم، غنحط 27 سنتيم هنايا
هاي 27 سنتيم، غادي ندخل ب 10 سنتيم. هذه قاعده، غادي ناخذ هذه المسافه، هذه نقسمها على جوج، نقسموها على جوج ونعاود نقسمها على 4. نقسم هذه البلاصه على جوج وهذه حتى هي على جوج، بحال كنقسموا المسافه كامله على 4. فهاد الفوق كنخرجوا بسنتيم، سنتيم واحد، وهنا كندخلوا بسنتيم واحد، وغادي نلاقيو هاد النقط هادو. كنمشيو نيشان عند النقطه اللي خرجنا بسنتيم، كنمشيو ندخلوا عند النقطه ديال الوسط، من عند النقطه اللي خرجنا ثاني بسنتيم دخلنا بها بسنتيم هنا، صافي عند النقطه الاخرى. صافي غادي ناخذ الطول، طولكم عندي فيه 53، دائما غادي نزيد 3 سنتيم ديال العطفه، 56 غادي ندير 56. والدوره الدوره ديالكم، دورتكم غندير فيها 15. صافي غادي ناخذ هاد المسافه هذه. صافي كناخذ هاد المسافه كنقسمها على جوج حتى هي باش كنيفازي لكم، ما كيجينيش هكا مخنشش اولا عريض، كنقسمو على جوج نص. غادي نجي لهاد النص هذا، غادي ندخل بجوج سنتيم صافي، وكنسطر كنلاقي هاد النقط ونقطع، لاقي النقطه حتى هي مع النقطه ديال الدوره ديالكم. دابا هنايا بقى لينا غادي نديرو القب، غناخد هاد الطريف هذا اللي بقى غادي نطويه على جوج، نطويه هكا ونفصلو منو القب. هنا بالنسبة للأخوات اللي ما كيفهموش بزاف القب، خليو ليا بنات التعاليق هكا، اللي ما كتفهمش الطريقة ديال القب وعلاش منين كنجيبو هادوك القياسات اللي كنحطو فيه، ندير لكم إن شاء الله فيديو خاص بالقب. بالنسبه للقبه البنات فراه كتكون فيه قياس واحد، كيكون هو كيجي لاي جلابه انه قياس واحد، ماشي كل سيده والقب ديالها قياس واحد. كنديرو في الطول ديالو 40 سنتيم، في الطول ديال القب الجهه المحلوله كنديرو 40 سنتيم، وفي الجهه المسدوده كنديرو 30 سنتيم. 30 سنتيم غادي نجي ثاني هنايا ناخذ 30 سنتيم، 30 سنتيم في هذه الجهه حتى هي، وناخذ 40 ثاني هنايا. صافي كنجي لهاد النقطه، هذه هاد النقطه اللي فيها هنايا بحال نفس القياس 40 30 40 30. غادي نجي لهاد الجهه هذه اولا هذه بحال بحال لانهم جوج ما يكونوا محلولين. غادي ناخذ هنايا 10 سنتيم، 10 سنتيم ها هي جاتني هنا، وغادي ندخل ب 4 سنتيم. هذه قاعده باش كتعطينا القياس ديال الدوره العنق ديال القب، ها هي كتجينا فيها 26 اولا 27، ها هي 26 27 نورمالمون كتجينا فيها 26 اولا 27 بحال بحال، لان غادي نمشي سنتيم في السورجي، سنتيم في السورجي غتبقى 26 هي هذيك. غادي ناخذ هذا نسطر بعدا من هذه النقطه اللي عند هنايا، نسطر القب ديالي وغادي نسطر من هذه النقطه لتحت. هنايا الا بغيتو ديروها البنات السفيفه فضروري كتخليو دوك لوديناس ديال القب. انا هنا راه ما بقاش ليا، ولكن راه غادي نلصقهم، غادي نقطعهم من الثوب هنايا، وغادي نزيد هذوك الطريفات اللي كيكونوا اولا لودينات على حساب. بغيتو تخدموه غير بالراندا راه ما كديروش ليه لودينات. هنا غادي ناخذ هذه المسافه هذه غادي نقسمها على جوج، هذه المسافه غنقسمها على جوج ونقسمها على 4 بحال الطريقه ديال الكمام، باش درنا الدوره ديال الكم بحال هكا نفسها هكا. كنجي لهاد الجهه اللي هنايا الفوق كنطلع بسنتيم، وهنا كندخل بسنتيم صافي، وكنلاقي هاد النقط، وهذا هو القب ديالنا. هنا قبل ما نقطع الا كنتو غادي ديروا لودينات فكتجيو حتى لهنا، كتقطعوا غير حتى لهنا. هانتوما انا غادي نقطع تبقى
تقريبا حتى لهنا صافي وغادي ندور هكا. باقي غادي نزيد انا الودينات لانني بغيت نخدمها بالسيفه ان شاء الله. باقي غادي نزيد نقطع طريفات ديال الثوب وغادي نزيدهم شويه هنا لان ضروري ديك الودينات باش كنخدموا فوق منهم السفيفه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. شفتوا القب كيفاش جا؟ كما قلت لكم اللي ما كتفهمش الطريقه ديال القب وكتجيها صعيبه خليو ليا في التعليق ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص على القب. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ما تبخلوش عليا البنات باللايك وما تنساوش تابوناو في القناه وتفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد وكذلك تبارطاجيو مع البنات اللي كيهتموا بالفصاله والخياطه. ولا بغيتو نشارك معكم الطريقه ديال الخياطه ديال هاد الجلابه هادي فخليو لي في التعليق ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالها. غادي ندير لها غير خياطه خفيفه وزوينه بزاف. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.